الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد، باب لبس السلاح للمحرم. باب لبس السلاح للمحرم. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح لبس السلاح وافتدى. إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. يعني هو قال لبس السلاح، نعم إن خشي لبس السلاح قال عليه الفدية. عكرمة قال ذلك. قال: نعم، قالوا يلبس السلاح لكن لا، ليس عليه الفدية، لم يتابع في مسألة الفدية. روى المصنف بسنده الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه. طبعا بسند صحيح، هذا تطفل مني، هذا البخاري سند كالشمس. يا رب يغفر لنا ولك يا محمد، كلنا ذلك الرجل يا محمد، نسأل الله. كثرة الاستغفار وملازمة القرآن أعظم طريق للاستمرار. عن البراء: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أو في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القرب. رضي الله عنك يا إبراهيم، أنت أيضا تأخرت عنا كثيرا، حفظكم ربي. هذا حديث فيه دلالة واضحة جدا على خوفهم أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالسلاح، وهذا كان في عام القضية أنه يدخل لكن السلاح يكون في قرابه. وفي الحديث جواز حمل المحرم السلاح للحج والعمرة إذا خشي من العدو، أليس ذلك عطاء ومالك والشافعي؟ وقال عكرمة: عليه الفدية وليس عليه شيء. وكره الحسن البصري، وهذا الحديث حج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لكن السلاح في الجراب، فيجوز للمحرم أن يلبس السلاح وأن يدخل به مكة لكن يكون في جرابه، وهذا إذا خشي العدو. لكن إن لم يخش العدو فلا يفعل ذلك، أمنا لأهل مكة وأمنا أيضا للمحرمين وأمنا للطائفين. لكن كما قلت، إذا دخل وكان هناك خوف من العدو فله أن يفعل ذلك وله أن يلبس السلاح. طبعا السلاح لا يجعل ثوب الإحرام مخيطا، وهذه فيها دلالة على جواز لبس الحزام وأيضا المحفظة أو المخباية التي يعني تكون مشدودة على الوسط، يجوز لبسها. النظارة يجوز لبسها في هذا الباب، يجوز لبس النظارة، يجوز أيضا لبس منطقة الوسط هنا الحزام له، وهذا لا يكون من المخيط، فالسلاح نفس الأمر، حمل السيف يكون بحزام الوسط في هذا الباب، فيجوز لبسه وليس مخيطا، وله أن يدخل به الحرم، المهم أن يكون في جرابه حتى لا يؤذي أحدا. حبيبي والله كلنا ذلك الرجل، وأنت الآن على خير، حياة قلبك تنبع من سؤالك، فنسأل الله أن ينفعنا وينفعك بذلك. إذن يجوز لبس السلاح للمحرم ولا فدية عليه، وأخطأ من قال على الفدية وهو عكرمة ورد عليه ولم يقبل منه، يعني لم يتابع على مسألة الفدية، ولكن يجوز لبس السلاح ودخول مكة به وإن كان محرما. الفوائد المستنبطة: لبس السلاح ليس مخيطا حتى نقول بأن عليه الفدية، فيجوز لبس السلاح في الإحرام. الأصل عدم الفدية، والأصل عدم شغل الذمة بمطالبة إلا بدليل. فعل النبي تشريع لأنه أذن له بالدخول لكن بالجراب، السلاح يكون بالجراب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.